هل صلاة التسبيح حديثها ضعيف؟ وهل العمل بالحديث الضعيف يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. حديث صلاة التسبيح حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل العلم كلام طويل فيه، حاصله أنه حديث إما موضوع وإما أنه ضعيف شديد الضعف، فلا يجوز العمل به، هذا من ناحية سنده. ومن ناحية صفة الصلاة المذكورة فيه فهي صفة غريبة تخالف الصلوات المشروعة، حتى لو كان هذا الحديث صحيحا فإنه يكون شاذا مخالفا لما ثبت في الأدلة الصحيحة من صفة الصلاة، والشاذ لا يعمل به. نعم.